الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل قال الإمام الصادق عليه السلام زوار الحسين يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما ولماذا قال الراوي والله بعد أن سمع بعض الفضل لزيارة الحسين وقال والله لقد تمنيت أن كنت زرت الحسين ولم أحج هل هذه الروايات صحيحة؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولو تقول علينا بعض الأقاويل النبي محمد ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين من 44 إلى 47 في سورة الحاقة السؤال الآن هو هل يوجد ثواب وعقاب على أي عمل لم يذكره الله تعالى في القرآن الكريم مثلا الأعمال الصالحة المعروف في الدين هي الصلاة والصوم والحج مثلا والجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك كلها مذكورة في القرآن هل يوجد عمل صالح آخر لم يذكر في القران له من الاجر والثواب والفضل مثل حج بيت الله مثلا او مثل بقيه الاعمال الصالحه او اكثر من ذلك وهل يمكن ان نقول العمل الفلاني زياره الامام حسين مثلا واجبه من الدين يعني هل يستطيع النبي الاكرم محمد صلى الله عليه واله ان يضيف شيئا من عنده الى الدين لو فقط هو يبلغ رساله الله. وهل يستطيع الامام او المرجع الان مثلا ان يشرع شيئا اضافيا لم يتحدث عنه الله تعالى، يجيب لنا شيء واجب جديد، مستحب جديد، حرام جديد مثلا، الله لم يتحدث عنه. هل يستطيع الامام او المرجع او النبي حتى ان يجيب شيء جديد؟ هل صحيح ما ينقل عن الائمه؟ في كتب الأدعية والزيارات المتداولة بين الشيعة مثلا من الثواب والفضل في زيارة الإمام الحسين أشياء لا تحصى يعني وسوف أقرأ بعض الأحاديث. هل هذه الأحاديث صحيحة؟ واردة عن الأئمة، هل قال الأئمة ذلك؟ هنا السؤال أقرأ لكم بعض الأحاديث وخلينا نشوف هي هذه الأحاديث التي تحشد الناس للزيارات وتدفعهم للقيام بعض الأعمال. بقصد الثواب والتقرب إلى الله تعالى ولكنها ليست موجودة لا في القرآن الكريم ولا النبي تحدث عنها ولا حتى أئمة أهل البيت تحدثوا عنها وإنما نقلت كذبا وزورا عليهم في كتب ألفت بعد مئات السنين في كامل الزيارات مثلا لابن قولويه توفى سنة 386 في القرن الرابع يعني كتب هاي الأشياء الزيارة في العهد البويهي وافترضوا الكافي ايضا هم في بدايه القرن الرابع ينقل احاديث عن إيمان باكر في القرن الاول بينهم 200 سنه على الاقل فهل هذه كل ما يوجد في الكتب هذه من ادعيه وزيارات وثواب الاعمال وكذا كلها صحيحه وردت عن إما ام وردت عن الغلات الذين الفوا هذه الادعيه والزيارات وهذا الثواب لاهداف سياسيه أنا أقرأ لكم فقط بعض الأحاديث وأنتم شوفوا أحكموا عليها بالصحة أو الضلال في كامل الزيارات لابن قولوي عن عبد الله بن زرارة في القرن الثاني الهجري هذا عن عبد الله بن بدون سند بدون شيء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن لزوار الحسين بن علي عليه السلام يوم القيامة فضلا على الناس يقول فضلهم غير شكل عن كل المسلمين وكل المسلمين حتى قبل الإسلام مثلا الأديان الأخرى قلت وما فضلهم قال يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما وسائر الناس في الحساب والموقف واقفين السرة واقفين وذولا يقدموهم بسرعة وأيضا هناك دعاء الامام الصادق لزواري ابي عبد الله الحسين امر وفي الكافي وفي كامل الزيارات عن معاويه ابن وهب قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وهو في مصلاه فجلست حتى قضى صلاته فسمعته وهو يناجي ربه فيقول شوف خبر واحد واحد يقول انا سمعت الامام هكذا يقول يا من خصنا بالكرامه ووعدنا الشفاعة، وحملنا الرسالة، وجعلنا ورثة الأنبياء، وختم بنا الأمم السالفة، وخصنا بالوصية، وأعطانا علم ما مضى، وعلم ما بقي. هذا ويكفي على بطلان هذا الحديث، هذا الكلام المغالي أن العلم علم علم الأولين والآخرين. هذا غلو يعني واحد مغالي ينقل هالكلام عن الإمام الصادق ويقول الإمام الصادق. يقول الإمام الصادق ما لم يقله وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا اغفر لي ولأخواني وزوار قبر أبي عبد الله الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وإجابة منهم لأمرنا وغيظا أدخلوه على عدونا ارادوا بذلك رضوانك فكافئهم عنا بالرضوان وكلاهم بالليل والنهار واخلف على اهاليهم واولادهم الذين خلفوا باحسن الخلف واصحبهم وكفيهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك وشديد وشر شياطين الانس والجن واعطهم افضل ما املوا منك في غربتهم عن اوطانهم وما آثروا على أبنائهم وأبدانهم وأهاليهم وقراباتهم اللهم إن أعداءنا أعابوا علينا خروجهم فلم ينههم ذلك عن النهوض والشخوص إلينا خروج الشيعة يعني لزيارة الحسين فلم ينههم ذلك عن النهوض والشخوص إلينا خلافا عليهم فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس وارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله الحسين وارحم تلك العيون التي جرت دموعها رحمه لنا. وارحم تلك القلوب التي تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا. وارحم تلك الصرخه التي كانت لنا. اللهم اني استودعك تلك الانفس وتلك الابدان حتى ترويهم من الحوض يوم العطش. هاي بينقل هذا معاويه بن وهب ينقل هذا الدعاء بعد صلاه الامام الصادق ويقول فما زال صلوات الله عليه يدعو بهذا الدعاء وهو ساجد فلما انصرف قلت له جعلت في داك لو أن هذا الذي سمعته منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن النار لا تطعم منه شيئا أبدا ما تأكل شيء من جسمه بس يزور الحسين بعد ما يروح للنار والله والله لقد تمنيت أن كنت زرته ولم احج سوى زايد يحج وشاف الامام صادق بالطريق بالمدينه لما سمع هاي الروايه من عنده قال له والله انا تمنيت اصلا ما كنت اجي لمكه اروح ازور الحسين فقال لي ما اقربك منه فما الذي يمنعك من عن زيارته يا معاويه ولم تدع الحج ذلك قلت جعلت في ذلك فلم ادري ان الامر يبلغ هذا شكل ثواب كبير زياره الحسين ما كنت اعرف فقال يا معاويه ومن يدعو لزواره في السماء اكثر ممن يدعو لهم في الارض لا تدعه لا تدعه لخوف من احد، لا تدع الزياره يعني. لخوف من احد فمن تركه لخوف راى من الحسرة ما يتمنى ان قبره كان بيده. اما تحب ان يرى الله شخصك وسوادك ممن يدعو له رسول الله؟ صلى الله عليه وآله أما تحب أن تكون غدا ممن تصافح الملائكة أما تحب أن تكون غدا في من رأى وليس عليه ذنب فتتبع أما تحب أن تكون غدا في من يصافح رسول الله صلى الله عليه وآله هذا في كتاب الكافي للكليني جزء أربعة صفحة 582 وفي كامل زيارات ابن قولويه صفحة 116 شفتوا هذا الحديث يعني واحد يقول يعني انا اللي ما مصادق